خليها تظن تكلم أن سير، تفضلي يا تطبيق سيدة. الإسلام هو أن المرأة تلبس نعم لباس العفة؟ ذلك لا أشاطرك الرأي أبدا، هو النقاش ولا ترجعنا إلى العصور يعني الجاهلية. عندك مشكلة في الحجاب فني؟ باش تجي إنسانة جهلة تطيح بالحجاب وهي قلبها معفن يهربوا منه الكلاب. قل للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. تفصل الحديث في عناصر الإيمان كما تحيط علمنا بسادس الأركان، شهادة صلاة وصيام وزكاة وحج نحو الكعبة والإنتي. يشوفك أنت لو نسيتيني هو ندير مرة إضراب. لا لا بلال، لا لا ما نقدرش بلال، عندنا بلال واحد خويا كان بلال هذاك تاع زمان واسمه بلال كحلوش، هذاك واسمه بلال. وكاين بلال تاع دركا، عندنا البلال الشباب البوبون تاعنا اللي شرفتنا وشرفت علم كفار قريش باسلام بلال، فقالوا ما بقي الا هذا العبد الحبشي يسفه الهتنا ويترك ديننا. فبدوا يسومونه انواع العذاب، بدوا يجردونه من ملابس، يسحبونه في رمضاء مكه، يجعلون الصخر على صدره، يضربونه ويجلدونه، ويقولون له أترجع عن دينك. وهو لا يزيد على أن يقول أحد. فارس ولد العالم، أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا في الفسق لا تدنسوا الشريف، كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهله سيسقط في الزلة، عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة، إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. عبد حبشي كان في حكم رقيق، فاعتقاه ابن أبي قحافة الصديق، آمن بالله ورسوله الكريم وأعلن إسلامه رغم أنف اللئيم، واحتمل العذاب في حرارة الظهيرة، الصخر فوق صدره والرمل كالحصيرة، والصوت يلهب الظهر والصدر والضلوع، والشتم والإذلال والعطش والجوع، يهددونه بالقتل والذبح الشنيع، ويعدونه بالمال والعز الرفيع، فقد أشتم محمدا ولن ترى العذاب، لكنه ملان للعدا ولا استجاب، فقد أسجد للات أو لعزة أو هبل، لكنه مخاف لاستكان لا قبل، وظل صامدا وشامخا وما ارتعد، شعاره الوحيد كان أحد. أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا في الفسق لا تدنسوا الشريف، كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهله سيسقط في الزلة، عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة، إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. عبد حبشي كم جاهد الكفار وقتل رأس الشرك في أول انتصار، وانتقم لدينه من أشقياء الكفر، بدمهم يروي الرمال في غزوة بدر، وصاحب الرسول في السراء والضراء، في حربه وسلمه وفي كل ابتلاء، وقال حين أدرك بأن سيلقى ربه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، هل تسمعون صوتا عليه بأرض الجنة، اشتاقت لبلال الحبشي ماذا عنه، هناك صوت واحد لا ينتهي في الأرض على مدار الساعة وحتى يوم العرض، وهذا الصوت أول من أذن به بلال حين اختاره رسول ربه، يكفيه فخرا أننا جميعنا نقول بلال بن الرباح مؤذن الرسول. أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا في الفسق لا تدنسوا الشريف، كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهله سيسقط في الزلة، عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة، إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. عذرا مؤذن الرسول سيدي بلال، فبعضنا في رأسه يعشش الدبال، جاهلة قد خلقت ببشرة بيضاء لكن بقلب أسود من شدة الغباء، إن قيدوا يديك بسلاسل الحديد فعقلها مقيد بالجهل والتقليد، إن عذبوا جسدك بالصوت في العراء عذابها في رأسها لأنها حمقاء، بصوتك تنادي حيا على الصلاة، بصوتها تنهق دوما بالتشكرات، جهدت الكفر صابرا بالصوت والسلاح، وجهدت بجسمها في عصر الانفتاح، عجوز حيزبون خرقاء مخرفة، بها أرض بلادي ليست متشرفة، فلا حياء لا احتشام لا حتى خجل، لها ما تستحقه منه عز وجل. أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا
الفسق لا تدنس الشريف. كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهله سيسقط في الزلة. عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة. إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. الفل أبيض جميل من بديع الزهر، وليس أحمق جهولا ناشرا للعهر. الفل زهرة رقيقة لها شذاها، وليس عشبة عفنة لها أذاها. الفل نبتة خجولة لها حياء، وليس جسم لحم نفخوه بالغباء. الفل بأخلاقه ولو نما في الغابة، وليس جدة ولا تزال تتصابة. لن تفهمي كلامي هذا طيلة العمر، فأنت لم تفرقي بين حروف الجر. فكيف تسخرين من صحابة النبي وأنت ما ارتقيت لمرتبة الغبي؟ استغفري وتوبي إذا كنت استفقتي قبل وفاة القوت قبل فوات الوقت. وأغلقي شفاهك بالدرجة بالعفمك، ركي بدلتي بينا فسكتي غمت غمك. أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا في الفسق لا تدنسوا الشريف. كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهله سيسقط في الزلة. عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة. إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. فحينما اعتقى سأله الصحابة يا بلال، كنت عذب، كنت اجلد، كنت اضرب، كنت اسحب على رمضاء مكة، ما الذي صبرك؟ ما الذي جعلك تصبر على هذا العذاب؟